ايه القناع اللي ممكن تبقى بتضطر تلبسه في المكان اللي انت فيه في الوقت ده تحديدا من حياتك؟ عموما انا صريح، اللي في قلبي على لساني، فانا مش من نوع ان انا اداري على حاجه ومثلا ان انا بعمل حاجه اقول لا مش هقول عليها، دايما اللي في قلبي على لساني انا بقوله على طول. صريح ولا مندفع؟ الاثنين. عارف انك مندفع. قرار بيجي في دماغي بعمله. اول حاجه، اول فكره بتعدي على دماغك؟ اول حاجه بتيجي في دماغي بعملها، وما بسألش حد، باخدها كده زي ما هي. ما بتخافش على نفسك من ده؟ لا. ولا على مشوارك؟ عشان انا صاحب القرار. ما بتخافش على حلمك؟ لا، اكيد بخاف على حلمي، بس يعني في قرارات انا بفكر فيها، في قرارات تانية بمندفع فيها. قرارات ولا ردود افعال يا امام؟ الاثنين.